اصلا ما كانش في من الاساس شغلتي، فانا كنت بشتغل في مكان، فانا حبيت يعني الشغلانه وقررت ان انا يعني اشتغلها. فقعدت بتاع سنه وفتحت طبعا مشروع صغير كده اهوت على قد في البدايه، وشويه شويه انا مشروع كبر زي ما حضرتك شايف كده. وبعدين انا بصنع بره في بورسعيد، بصنع في اسماعيليه واسكندريه، وادي اسماعيليه واسكندريه ومصر. وده شغلي طبعا مصري، شغلي مصري اصلا، فطبعا بصنعه وبوزعه في المحافظات. وشويه شويه كبر مشروعي، يعني شويه شويه كبر المشروع، والحمد لله كان بدات بمكانتين وعماله قليله طبعا، فدلوقتي الحمد لله ربنا وسعها والمشروع ماشي الحمد لله. المهنه ديت اصلا كنت بشتغل في ورشه، فطبعا انا يعني اتقنت الشغله وحبيتها، وانا قعدت فتره كده اهوت، وبعد كده فتحت مشروع كده لوحدي وعلى قدي، وبعد كده كبرت المكان. انا بدات تقريبا قلت لك انا تقريبا بثلاث تطقم اربع تطقم، وبعدين انا توجهت لتنميه المشروعات الصغيره وخدت كارد من هناك، وانا بقالي دلوقتي 15 سنه معاهم، يعني بقالي 15 سنه وانا معاهم. وطبعا هناك يعني الحمد لله كلهم انا بتجه ليهم معامله كويسه وتسهيلات كويسه، وما بيتاخروش بصراحه عن ان ما بروح مثلا اتقدم الكارد او كده، التمويل بتاعي بيصرفوا لي بسرعه، يعني مفيش اسبوع وبصرف. يعني التسهيلات في الاول بالنسبه لي انا كنت ماشيه حاجه بسيطه يعني على القد، يعني ما كانش تسهيلات سريعه. فبعد كده اما توجهت لتنميه المشروعات الصغيره، فطبعا كان اسرع بالنسبه لي، ساعدني كتير ان انا ايه اكبر المشروع. انا والعماله كلهم بيبقوا موجودين الساعه 8 لحد الساعه 4، ده يوم بالنسبه للشغل والعمل. بالنسبه للسوق طبعا، بالنسبه للتسويق، التسويق طبعا بيبقى صعب شويه، طبعا التسويق بالنسبه صعب شويه، بيبقى مثلا ايه معايا حد بيسوق الشغل، فطبعا التسويق هنا هو بيبقى صعب بالنسبه لبورسعيد شويه. وطبعا بسوق في اسماعيليه وفي اسكندريه وفي مصر، التسويق طبعا احسن بالنسبه لي. والله انا ببدا ممكن يكون 10 تطقم 15 طقم يوميا، طبعا بنظام الشغل بيخش عندي اول تحضير وتثبيت وتجميع في اخر اليوم. بنصح الشباب اللي هو كل بيبقى مثلا عايز يعمل مشروع حبه هيشتغل فيها يكمل فيه، يتجه مثلا تمويل للمشروعات الصغيره، بس طبعا بيستعد وبتموله بالكارد وبيفتح مشروعه وبيبداه، بس يبدا مثلا مشروعه يبقى عارف ان هو بيعمل ايه. المراحل اللي نبدا بها الشغل طبعا في الاول بتقص الشغل، بنحضره، بيتحضر، بيتثب ازاي ده كده، بيبقى حاجات فردانيه كده، بيتعرش الشغل، بيتجمع، بنجمعه في النهايه خالص، بيبقى طبعا ايه ديوان جزء من الحاجه ده كده، جزء من الكراسي الشغل. دلوقتي الطقم ما بيكمل بقى خالص، طبعا دون ايه ده عباره عن كرسيين قدام، وبيبقى عباره عن شلتتين وظهر العربيه من ورا والشلته القدامانيه، فبيتجمع الكرسي الطقم في الاخر بيبقى بالشكل دون. طبعا هنا زي ما شايفين معانا مشروع من الاس ام اي، مشروع فردي، بنقول هنا ان السيده قامت وعملت مشروع كامل متكامل، معانا افراد ومعانا ناس هنا معاها في المشروع، وفرت حياه كريمه لكام ست بكارد وفكره عملتها، فكره بسيطه في الاول بدات بسيطه معاها وعملت بسم الله ما شاء الله بتكون زي مصنع في مكانها. بكل ده بالافكار الستات لو فكرت، او الشباب نفسه، احنا بننادي للشباب وبننادي لكل الناس، حاولوا تعملوا فكره مشروع، اعمليه في بيتك، اعمله في اي مكان انت بتفكر فيه فكره بسيطه، وتعالى جمعيه تنميه المشروعات احنا بنمد ايدينا لايديكم وبنساعدكم وبنقول لكم تعالي احنا معاكي اهو، احنا معاكي، مشروعنا معاكي، بس ابدأي، ابدأ.
الشباب يبدأ. احنا هنا معانا مشروعين، مشروع فردي للسيدات ورجال، ومشروع جماعي اسمه مشروع بشاير الخير السيدات فقط، هم بيعملوا مجموعات وبيجوا ياخدوا الكارت. بس اهم حاجة بداية مشروع، بداية حياة كريمة لكل بيت، بداية حياة كريمة لكل شاب لسه بيبدأ. ما يروحش يقعد في مكان ويقولك اصل انا مش لاقي شغل، الشغل موجود والدنيا موجودة. فكر واحنا معاكم في اي حاجة. احنا في جمعية تنمية المشروعات كل اللي يهمنا ان هو يكون عنده بداية مشروع، بيجي يقول انا عندي المشروع الفلاني او فكرة المشروع بحاجة بسيطة. احنا بننزل وبنتأكد من المكان وبنتأكد ان في مشروع، والاجراءات بسيطة جدا، يا دوبك اوراقه البسيطة اللي هو بياخد بيها القرض، مش اكتر من كده. وفي ساعتها بتتم الزيارة وبنتأكد ان المشروع موجود بداية، بنديله الفلوس ما بياخدش معانا وقت.